لا تصلي مو وقته. اذا بدك تصلي روح على الخرفه صلي. ليش ابني ليش اروح اصلي هونيك؟ خلص اصلي هون. شو بصير معك انت؟ خلص بابا روح من هون خليني اكمل صلاتي بقى. بابا لا لا شو بصير معك انت؟ شو بدك بابا؟ في شيء مو هون بدي اقول لك اياه. ابني ما بصير ابوك يصلي، ما بيجي يصلي على الصلاه. صلي خلص، تعال ودي بدي احكي لك قصه كثير حلوه. لا تحكي له شيء. لا بابا لا تصلي. شو بدك تحكي؟ تعال عندي شوي، خلي صلي بعدين احكي له. تعال بدك اياه يصلي عشان انت ما تنفضح، ما هيك؟ شو القصة بابا؟ شو هو بدك تحكي؟ لك شو بدي احكي؟ ما بدي احكي شيء. لا محمود تعال شوي. بابا والله انت تصلي، ما بتعرف ابني وراك شو رح يعمل معك. ليش؟ شو بدي يعمل معي بابا؟ شو؟ بابا هذا بده يأذيك. شو عم تحكي انت؟ مظبوط هذا الحكي؟ لك لا، هذا الحكي مو صحيح ابدا، مو صحيح. بابا هذا كذاب، انا سمعته بدني. ايوه خلص روح شوي انت بابا، روح. قوم معك. شوف تعال هون. مو صحيح. لك يا خاين، انا ما رضيت ابهدلك واضربك قدام ابني، بس هون بعرف شو عم بعمل معك. الله شايف هذا الباب؟ تطلع منه اذا بترجع عليه اجرك راح اكسر، بتفهم؟ ما بدي ما ناقصني واحد خاين مثلك. بس مسميها فيه. يلا روح طلع روح. ما ضل امان بين الرفا خون صاحب الواطي.